شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو. انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رساله بس اشوفها. اتفضل. هاي يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، ده احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. ماشي يا فندم. بقول ايه، ممكن دقيقة لو سمحت؟ دردش معاك بس شوية. خليكم خلي. بقول لك ايه، بصي ديما، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجة ده مش احدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب المقبول، حاسس ان في حاجة. بس كيف هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع؟ مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي انا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. تعالي تفضلي. نحن رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك، لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. كداكي دي الكلب. طيب انت مين اللي زقك عليا؟ ها انت عارف انا خسرت كام؟ 25 مليون. دول ولا حاجة قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا. ها قولي يا بنت، قولي وانا نغنغك. انت فاهمة؟ هنغنغك واخليكي تعيشي العيشة اللي امك حتى ما تحلملكيش بيها. طيب قولي. كده بتدفع على خلقة ربنا. الله يسامحك، الله يسامحك. الله يسامحك. انطقي يا بت، انطقي. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم يا كباكي، يمكن جاي عشان اي حوار. اسمع اللي بقول لك، كوريا جوه. بتعمل ايه هنا يا ابراهيم؟ مروان جوه يا بت. معرفش. ردي عليا. مروان جوه. هو انت براقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوق بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت. اوعى بس. اوعى بس. لا لا، لو اتكلمت انا بقصدك وشي، خليك زي وشي. يوه بس يا بنت.
آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش أنا آسف. وليدي بركت، هنفضل باصين لبعض كتير. تعرف برانكم ده منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ نبات؟ انت ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ انا ما بخافش الا من الخلاق. تمام، يبقى لازم اوديك ليه، ويبقى منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحسن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وخلاص. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بنت؟ امشي ماشي. الف سلام عليك يا كوري. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص خلاص مالك. مروان 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 اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش ممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعة! انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ ايه كل الكباب اللي انت فيه ده؟ ها؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعورني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هسيبك لاسعاف، هسيبك تموت قطر بقطر عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. روح هاتي لي الدكتور بسرعة. مش هجيب لك دكتور. يلا! انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري، انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. هايدي هانم، تحبي الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال25 مليون دولار، مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟
إذا كان مروان مات ومالوش ورثة والفلوس دي المفروض تروح للدولة، ده لو اليونان أصلاً أفرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لأن مروان ليه ورثة. ورثة مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. أبو طالب بيه، مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقة أنت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلاً ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنهب انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعتي انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع. لا 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 اهدى شويه. دكتور ايه؟ مصنع يعني كبداك. اسمعي مني، ده كبداكي لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبداك.